الشؤون الاقتصادية والاجتماعية اللي باش تجتمع إن شاء الله نهار السبت غدوة دونك 4 جوان 2022، واللي تمت دعوة عدد كبير من نقولوا احنا شخصيات لحضورها من أحزاب من منظمات وشخصيات وطنية، هكا كان العنوان في الدعوة اللي تمت توجيهها. دونك نجم نقولوا اللي بالنسبة للجنة الاستشارية هذه باش يكون الرئيس نتاعها السيد إبراهيم بوتربيل عميد الهيئة الوطنية للمحامين، الأعضاء باش يكونوا السيد نور الدين طبوبي أو من ينيبه عن الاتحاد العام التونسي للشغل، السيد سمير مجول أو من ينيبه عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، السيد نور الدين بن عياد أو من ينيبه عن الاتحاد العام التونسي للفلاحة والصيد البحري، مدام رذا جريبي أو من ينيبها عن الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، سيد جمال مسالم أو من ينيبه عن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. مع هذايا عدد من الأحزاب السياسية توجهت لها الدعوة، حركة الشعب، التيار الشعبي، إفاق تونس، المسار، حركة تونس إلى الأمام، حركة النضال الوطني، وبعض الشخصيات الوطنية. ومن بعد إن شاء الله باش يكون حاضر معنا بالهاتف ما 8 متاع الصباح السيد الصادق بالعيد رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية، جوستومون باش نرجعوا معاها على الشخصيات اللي تمت دعوتهم، رد الفعل نتاعهم على رفض الدعوة من عدد من بعض الشخصيات المنظمات والأحزاب، الموقف نتاعهم من الحوار الوطني اون جينيرال، دونك والمعايير اللي تم كيف زاد استعملها في تحديد الشخصيات والا الاحزاب اللي باش تكون حاضره في اللجنه هذه. احنا خلينا نبداو الديبا نتاعنا لليوم مع كما قلنا سي بدر سماوي وسيد حسام اللحامي، حركه النضال الوطني وائتلاف صمود باش يكونوا حاضرين. دونك ديجا موقفكم اولا من الحوار والدعوه اللي توجهت لكم، هل باش تكونوا حاضرين في الجلسه اللي باش تكون غدوه، نعم ام لا؟ نبدأ وي بيان سور. باهي صباح الخير تونس الكل، شكرا على الاستضافة. الحقيقة احنا في ائتلاف صمود بعد صدور المرسوم عدد 30 كان عندنا معناها موقف، قلنا انه المرسوم هذا مع الأسف لا يفي بالحاجة الدنيا انه ينجح الحوار الوطني وانه يكون فيه شفافية لازمة في انه المخرجات هذه كيف سيقع التعامل معها، يعني مخرجات الحوار ثم اي نص سوف يذهب الى الاستفتاء. النقطة الأخرى لم ينص على تشريك الأحزاب السياسية المرسوم هذا، نفس الشيء بالنسبة للمنظمات، الطريقة التي وقع معناها يعني تشريك بها المنظمات الوطنية الكبرى وعلى رأسهم اتحاد الشغل كانت ماهيش بالطريقة يمكن اللي كنا ننتظروها، دورهم ما كانش واضح. ثم اللجنة الأخيرة وهي اللجنة التي سوف تقوم، يعني لجنة الحوار ما سمي بلجنة الحوار التي سوف تقوم بالتوليف بين عمل اللجنتين اللي هما لجنة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية ولجنة الإصلاحات السياسية. من سيشارك في هذه اللجنة؟ من سيتداول حول المقترحات ويقوم بعمل التوليف؟ ثم أيضا مسألة عدم يعني علنية أعمال اللجان، وأنه معناها وكانوا فما نوع من قلة شفافية في أنه معناها كل الأطراف التي سوف تدلو بدلوها ماناش باش نشوفوا كل طرف شنو قدم، شنو مقترحاته، وشنو المبادئ اللي دافع عليها. النص النهائي او خلينا نقول التقرير النهائي الذي يقدمه الرئيس المستشار او الرئيس المنسق للحوار العميد صادق بالعيد ايضا لا ينشر الا باذن من رئيس الجمهوريه. برشا نقاط اذا خلاتنا نكونوا متحفظين برشا على المرسوم هذا، وقلنا انه نعتقد انه لا يفي بالحاجه ولن يساهم في نجاح الحوار ولن يساهم في انجاح الاستفتاء في 25 جويليا او وسيكون له التاثير السلبي على مسار 25 جويليا. فاحنا قمنا بمبادره انطلاقا معناها من 24 ماي اللي اقترحنا فيها انه يقع صياغه مرسوم تكميلي للمرسوم عدد 30، وهذا المرسوم التكميلي يكون فيه توضيح هذه النقاط وتذليل بعض الصعوبات اللي طرحها المرسوم 30. تقدمنا بهذا المشروع الى عدد من الاحزاب السياسيه الصديقه واللي هي مسانده في جلها مسار 25 جويليا، الى منظمه وطنيه، ثم قدمنا هذا المشروع ايضا الى العميد صادق بالعيد كرئيس منسق ل لجنه يعني كعميد منسق للحوار الوطني بصفه عامه. العميد يعني ابدى موافقه مبدئيه لهذا النص لانه قدمنا النص يعني تكميلي، ثم
الأحزاب أيضا والمنظمات في جلها كانت موافقة، وانتظرنا أنه تكون فما ردة فعل إيجابية من رئاسة الجمهورية، ولكن إلى حد اليوم صحيح فما تذليل نقطة مسألة دعوة الأحزاب، لأنه عن طريق العميد صدق بالعيد وقع إذن دعوة الأحزاب بصفاتها. وهذا مش نقول دعوة الأحزاب، دعوة عدد من الأحزاب. أي يعني احنا المشكلة نتاعنا كانت الدعوة ستكون على أسماء. لفيت انه تعدينا الى دعوه، ولو هو صحيح يعني فما عدد من الاحزاب السياسيه، عدد من الاحزاب السياسيه واللي هو الحقيقه للامانه في الدعوه. السيد زهير المغزاوي عن حركه الشعب، زهير حمدي عن التيار الشعبي، فضل عبد الكافي عن افاق تونس، فوزي الشرفي عن المسار، عبيد البركي عن حركه تونس الامام، واحمد الكحلاوي عن حركه النضال الوطني. وعكس ما تم مع المنظمات لم يتم التنصيص على انه يمكن يحضر من ينوبهم او من ينوب بهم. يعني انا غدوه كان شارك في الحوار ولا قدر واحد يمرض، ما نجمش صمود، ما نجمش يبعث شكون. يعني هو مش صحيح لانه يعني لا، ما احنا نقرا على حسب النص يقول اللي موجود قدامنا، دعوه لصمود بطبيعه الحال والمنظمات الاخرى خاصه، لكن لم يتم التنصيص على ذلك. الديمقراطيات وقع دعوه معناها من يمثلها مدام ليلى زغلامي الى غير ذلك، ولكن هذا معناها فما انديليكاتيس، معناها الطريقه اللي صار بها الدعوه والطريقه اللي خرج بها النص فيها زاده مشكله. ولكن احنا خلينا نتجاوزوا يعني الشكليات، والمشكله قعدت حقيقه في المضامين. واحنا في ائتلاف صمود كان لنا يعني اجتماع الهيئه الوطنيه للائتلاف البارح، وصار نقاش معناها طويل ومعمق في هذه المسائل. اتفقنا انه الهيئه سوف تبقى في حاله انعقاد حتى لنواصلوا النقاط اللي قعدت فيها اختلافات. ثم عندنا اجتماع اليوم مع عدد من الاحزاب التي هي معنيه بالحوار مثل حركه الشعب والتيار الشعبي وتونسي للامام، ولكن فما احزاب اخرى لم يقع دعوتها، مثلا حزب البعث اللي هو من شريك لينا وقاعدين معناها نخدموا في نفس الاطار، حزب الوطن الاشتراكي، وايضا الجبهه الشعبيه الوحدويه اللي هي احزاب مناضله واحزاب معناها نظيفه وايضا داعمه لمسار 25 جويلية، ومع هذا لم يقع دعوتها. لكن في الاخير يعني السؤال اللي توجهت لك بها، هل ستكونوا باش تكونوا حاضرين في اللجنه تاع غدوه؟ نعم ام لا؟ لا، قبلتم الدعوه ام لم تقبلوها؟ انا قلت لك احنا الهيئه الوطنيه كانت يعني الى حدود هذه اللحظه ما زلتوا ما تعرفوش. مازلنا ما نعرفوش، عندنا كما قلت لك الهيئه الوطنيه ما زالت منعقده، معناها في حاله انعقاد حتى لليوم، يمكن حتى اليوم في الليل، وعندنا اجتماع مع هذه الاحزاب، وبالطبيعه ان شاء الله معناها القرار النهائي يصدر في اواخر اليوم معناها، وان شاء الله إذا تدلل المصاعب هذه ونلقاو احنا في إطار هالحوار هذا بطريقة، ولكن بطريقة تضمن معناها للجميع الحق في أنه يكون عنده دور مهم ومحدد في هذا الحوار، وأيضا تضمن أنه المخرجات بتاع الحوار هي التي سوف يقع اعتمادها وتقديمها للشعب التونسي بكل شفافية. نرجع جوستومون على آليات الحوار والبرنامج والمشروع في حد ذاته والمخرجات نتاعو، خلينا نوجه لك السؤال سي بدر السماوي. بالنسبة لكم أنتم كحركة النضال الوطني، هل تم قبول الدعوة الموجهة إليكم؟ نعم أم لا؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. بالنسبة لنا حركة النضال الوطني ستشارك غدا إن شاء الله في الجلسة الأولى للجنة الشؤون القانونية والاجتماعية، وستكون ممثلة في شخص الأمين العام الرفيق منجي مقني. البلاغ اللي اصدر فيه رفيق احمد كحلاوي، لكن احنا بالنسبه لنا في الجلسه الاولى مش يحضر الامين العام، وقدمنا قائمه من اعضاء المكتب السياسي والخبراء اللي ينجم اذا كان اللجنه مش تكون عندها لجان فرعيه يشاركوا فيها. من جملتها مثلا بالنسبه لي انا وقع تقديمي على اساس اني خبير في الشان الاجتماعي، وانا كان لي معناتها الشرف اني حضرت في الاذاعه هذه الكريمه اكسبريس في المجال الاجتماعي. اذا احنا وضعنا خبراتنا وطاقاتنا من اجل المشاركه والافاده بما نستطيع في الاستشاره هذه. هذا من حيث يعني السؤال المتعلق بمشاركتنا غدا، والمشاركه نتاعنا تنبني على موقف انطلق قبل 25 جويلية من المنظومه السابقه اللي معناتها نظن ضدها. واذكر على سبيل المثال مشاركتنا في جوان 2020 في محاوله يعني التجمع والاعتصام في ساحه باردو، واللي كنا الى جانب بعض القوى الوطنيه منها ائتلاف صمود ومع الصديق حسام الحامي. اذا احنا طلبنا قبل سنه بحل البرلمان،
وقتها ربما بعض الناس كانوا يضحكوا على المطلب هذا، ولكن في الحقيقة المطلب هذا كان نابع من تقييم صحيح للوضع وموضوعي ينحاز إلى مطالب شعبنا. ففي 25 جويلية اللحظة التاريخية هذه، احنا موقفنا من 25 جويلية لليوم هو مساندة ل 25 جويلية جوهريا، رغم بعض معناتها الملاحظات والانتقادات التي لا ننكرها، ولكن موقفنا كان واضحا. وأسوق بعض المحطات اللي عبرنا فيها على موقفنا اللي هو معناتها تبين أنه هذا الموقف ما هوش يعني بالصدفة. واضح، شكرا لك سي بدر. منزلنا احنا مواصلين معاكم ومواصلين في الحوار متاعنا جوست بعد اون بتيت بوز بوبليسيتير، وراجعين معاكم في اكسبريسو للتسعة نتاع الصباح. Expresso. Migrez vers le cloud en toute sécurité avec Focus. VMware Cloud Verified Partner. تحب تسهل حياتك وتلم لي سيرفيس بانكير الكل في ان سول باك؟ بينا بانك تقدم لك لو باك برايم اللي تلقى فيه ان كونت بانكير مع اكسي ا ديستانس للباك نتاعك بسيرفيس بينا اي بانكينغ ولا لابليكاسيون موبيل بينا ام بانكينغ، باش تنجم تقوم بعملياتك البنكيه الكل وين ما كنت. اون كارت سيب تجبد من اي ديستريبيوتور تشري بها اون ليني ولا تخلص بالتي بي او. مع هذا يجيك اس ام اس على كل ترانزاكسيون تقوم بها، هذا الكل بتعريف اونيك افونتاجو اي ا مواندر فري. نجم تعمل سوسكريبسيون للباك برايم اون لين سور www.bna.tn او mybnah24.bna.tn ولا في اي فرع من فروع البي ان ا. بي ان ا بانك، بمحبتكم نقدموا. ديجيلاب ليميسيون 100% ترانسفورماسيون ديجيتال، كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص، نحكيو على الحلول والفرص في قطاع التكنولوجيا في تونس بمشاركة أصحاب القرار لي دي اس اي اي لي زيكسبير. ما تنساوش موعدنا مع وليد برحومة وكامل الفريق كل نهار اثنين من الاربعة للخمسة ونص على إكسبريس اف ام، ولا على الباج متاعنا ديجي لاب باي إكسبريس اف ام. ديجي لاب، votre laboratoire de transformation digitale. Huawei, au service de la Tunisie depuis 1999, pour apporter le numérique à chaque personne, foyer et organisation. Expresso. اكسبريسو 57 دقيقة، مازلنا مواصلين معكم في اكسبريسو برنامجكم، مازلنا مواصلين في حوارنا اليوم بخصوص البرنامج الوطني للإصلاحات. بوتيتر زادة شنو المخرجات اللي باش تكون من اللجنة الاستشارية الاجتماعية والاقتصادية اللي باش تبدا أول جلسات متاعها غدوة إن شاء الله في دار الضيافة في كارتاج. أعداد من ممثلي المنظمات الوطنية، الأحزاب، الشخصيات الوطنية تمت دعوتهم. احنا اليوم كما قلنا حاولنا أن ناخذ مختلف الآراء ومختلف الأطياف. معنا سي حسام اللحامي من صندوق ائتلاف صمود، تقول لي المشاركة متاعكم مازلتوا ما تعرفوش هل باش تكون إفكتيف نعم أم لا. من الآخر العشرية نجم نشوفوا الموقف متاع ائتلاف صمود. وسيد بدر سماوي عن حركة النضال الوطني اللي أكدتوا مشاركتكم إن شاء الله غدوة في اللجنة هذه، في انتظار أنه يلتحق بنا سيد نبيل الحاج عن التيار الديمقراطي واللي لم تتم دعوته الحزب ولا شخص لي الاجتماعات هذه، وموقفه من الاجتماعات ومن اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية. خلينا نرجع ميزابار الفورم، احنا كنا حكينا بكري على الفورم متاع الدعوة كيفاش تمت، وانت علقت عليها سي حسام. في صورة ما اذا تم الاكتفاء بما تم التنصيص عليه وفقط ولم يتم التعديل اللي طلبته به بخصوص الفصل 20، كيفاش باش المرسوم 30 سامحني، كيفاش باش تكون موقف ائتلاف صمود من الاستشاره هذه ومن اللجنه ومن المشاركه كيف كيف؟ كما كان نحكي تو سي بدر، احنا ناس في ائتلاف صمود تغلبنا بتغيير المنظومه السياسيه تقريبا من 2018، النظام الانتخابي، النظام السياسي، قمنا بندوات في هذا، قمنا بتحركات حتى في الميدان، طالبنا في بعد معناها موقع يعني حكومة المشيشي ما قامت معناها مدة معينة بممارسة الحكم، طالبنا بأن هذه الحكومة معناها يجب أن تذهب، يجب أن الدستور يتغير إلى غير ذلك. نظلنا عملنا جبهة الاستفتاء قبل أيامات من 25 جويلية، جبهة طالبنا فيها أنه باش نعملوا عريضة وطنية وسوف نجمع
يعني امضاءات للدفع نحو استفتاء شعبي لتغيير المنظومة السياسية. يعني احنا ائتلاف صمود كنا من السباقين والدافعين نحو تغيير المنظومة السياسية هذه، وعيا انه هذه المنظومة لا تفي بالحاجة، ان هذه المنظومة هي خالقة تعقيدات كبيرة في المجال السياسي، ولكن ايضا في المجال الاقتصادي والاجتماعي باغ افي دو ريكوشي، معناها اذا كان المنظومة السياسية تبدا معطلة بطبيعة كل البقية، يعني كل المنظومات الباقية، يعني من الجانب الاقتصادي الاجتماعي الثقافي، شفنا التعطيل بارتو، يعني في بالنسبة حتى للثقافة، بالنسبة للبيئة، بالنسبة، وقلنا ما نجم نصلحوا إلا ما نبدأ ساعة نصلحوا الرأس. الرأس هو المنظومة السياسية، سي لا ريغل دو جو نتاع لو جو بوليتيك في البلاد، هذه هي إذا ما تبديلها. ولكن ومن بعد في 25 جويلية احنا من الناس اللي كنا موجودين نهار 25 جويلية، نهار 24 جويلية وقع اقتحام المقر نتاع ائتلاف صمود، ومعناها بدون اي يعني وثيقة رسمية، وهزونا المعدات نتاع الائتلاف الى غير ذلك، كنا فما نوع من الهرسلة للائتلاف لانه كان ضد المنظومة القائمة. وكي جاء 25 جويلية اعتبرنا انه هذه فرصة لاصلاح ما يمكن إصلاحه، وقلنا راو 25 جويلية ما جابوش كان رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية يعطيه الصحة قام هو معناها بتفعيل فصل 80، ولكن راو فما ناس نازلت على مدى أسابيع وأشهر. شنو ما المطالب 25 جويلية؟ أول شيء إصلاح المنظومة السياسية بما في ذلك القانون إلى غير ذلك، القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات، المنظومة كلها خاربة. اثنين، إنقاذ البلاد والاقتصاد من الحالة الوهن اللي هي فيه، وثلاثة محاسبة يعني على أساس الفتح ملفات الفساد والإرهاب اللي عانت منهم البلاد مدى 10 سنين. اليوم شنو اللي صار بالضبط؟ اليوم نلقاه أنه اللي قاعد يصير اليوم ما فماش تقدم في المحاسبة، ما فماش تقدم في إصلاح المنظومة السياسية بالطريقة الشفافة والواضحة اللي كنا ننتظروها، ومن ناحية الاقتصادية والاجتماعية البلاد تعيش يعني أزمة، معناها قاعدة تتفاقم، قاعدة تتفاقم، ما هيش قاعدة تتحل. يعني النقاط اللي طرحتها 25 جويلية لم يقع إلى حد الآن التقدم فيها بالنحو الكافي اللي خلينا نكونوا مرتاحين. الطريقة أنه الأحزاب السياسية فما نوع من وكأنه فما نوع من التملص، ولا نوع من معناها الرئيس راهو عنده احراج كبير انه يلتقي احزاب سياسيه، حتى ولو التقى احزاب سياسيه لم يكن ذلك في العلن. احنا نعرف انه الرئيس التقى بالامين العام نتاع حركه الشعب سي زهير المغزاوي، بسي عبيد البريكي يعني امين عام حركه تونس الامام، ولكن لم نرى على صفحه الفيسبوك لرئيس الجمهوريه هذه اللقاءات، في حين انه وقت يقابل معناها شخصيات اخرى او منظمات الى غير ذلك نرى ذلك على الصفحه. يعني المشروع اللي يطرحه معناها عدد من المفسرين يسميوا روحهم المفسرين نتاع مشروع الرئيس اللي هو هالبناء القاعدي هذا، اللي هو في معناها هما قاعدين يخرجوا في الاعلام ويقولوا راهو الرئيس سوف يمرر هذا المشروع على اساس انه هو المشروع اللي طالبه الشعب، لانه الشعب التونسي هو طالب مشروع هالبناء القاعدي، يخلينا انه بالنسبه لنا احنا هذا الحوار تفضل كمل التحق بين السنين بالحاجة، خلينا أنه هذا الحوار بطبيعة يكون معناها محل انتقادات كبيرة كما قلت لك. احنا النقاط اللي طرحناها في إطار المبادرة نتاعنا لم تقع الإجابة لها إلى حد الآن، وننتظر بطبيعة ردة الفعل سواء بالنسبة للرئيس المنسق للحوار أو أيضا بالنسبة للسلطة التنفيذية أنها تكون معناها خلينا نقول تتفاعل إيجابيا مع هذه المطالب. احنا جوستومون السؤال اللي باش يكون أوتور دو كيفاش تبلور هذا الحوار والصيغة اللي تم نقولوا احنا التمشي فيه والأسماء اللي تم دعوتها بالأحزاب واللي تم اقصاء وزاد كيف دونك نقولوا صباح النور السي نبيل الحاج عن التيار الديمقراطي. نعتذر ليك جميع المستمعين على التاخير. مرحبا يا سيدي. الوغ احنا مرحبا بكم الناس الكل بحضنا. دونك سي بدر اسماعيل عن حركة النضال الوطني اللي أكدوا مشاركتهم غدوة إن شاء الله في أول الجلسات للجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، سي حزام الحامي عن ائتلاف صمود اللي يقول أنه مازلنا باش نحاولوا نشوفوا الموقف متاعنا الرسمي اليوم العشية، يمكن في آخر العشية نعرفوا هل باش تكون ائتلاف صمود مشارك أم لا في هذه اللجنة الاستشارية. بالنسبة لك أنت سي نبيل الحاجي، الإشكال كان في أنه لم تتم الدعوة، وبطبيعة الحال ما كانتش فما دعوة لا للتيار الديمقراطي ولا لأي ممثل عن الحزب، لا كصفته باغ إكزومبل شخصية وطنية ولا بصفة الحزبية ولا غيره. دونك نعرف موقف التيار من هذا
من وقت كبير، ولكن ما فيها بس لو كان نرجعوا ناخذوا موقفكم من ما قالت إليه الأمور ومن الدعوة اللي تم توجيهها اليوم لعدد من المنظمات والأحزاب والشخصيات. هو ناس بكر يقولوا من نفقته بين عشي الحوار هذا من دعوته بين حوار. ثم ناس قالت بعد صدور المرسوم عفوا متاع الحوار راني بالصيغة هذه ما شاركش. الأوضح كان الاتحاد العام التونسي للشغل، حركة أو ائتلاف صمود أيضا قال نفس الشيء، حركة شعب على لسان سي زهير المغزاوي صديق قال نفس الشيء، قال أكثر من هك خلينا يدعوني الرئيس نستجيب، بدعوني صدق بالعيد سمحني شكون صدق بالعيد، هذا سي زهير المغزاوي. ورغم ذلك ناس عبرت صراحة في الإعلام عنها أنا رفضها لهذا التصور أو التمشي في الحوار، ورغم ذلك هبط المرسوم بالأسماء وجاء. دونك واضح أنه يدعو اللي يدعو الحوار هو لا ينصت لأصوات الآخرين. قالوا له راهو هذا التمشي متاعك غلط، قال لهم يجيو كمان يدي ما نحبوش مش هكا نجيو ما نجيوش ران لا لا يجيو. وقال سي صدق بالعيد كان جاو جاو كم اللي حضر يزز اليوم كان ثبتوا في القائمة شكون اللي حضر أو شكون اللي يعبر أنه مش باش يحضر أي هاو باش نرجعوا من بعد على نعكس. شكون اللي مش باش يحضر تفهم أنه تقريبا مش بيحضر حد مع احترامي لكل من ينوي الحضور لكن نحكي كأجسام سياسية. ثم يا أخي واحد يعمل حوار باش يسمع روحه ولا باش يسمع غيره. أنا قلت أقبل أنا التقيت رئيس الجمهورية مرة واحدة من اللي هنا بعد ما أصبح رئيس كان ذلك في الأزمة ما بين كان ذكر أزمة أداء اليمين متاع أعضاء الحكومة في التحوير الحكومي اللي عملوا مشيش التقاء أو دعانا كما خدنش ذك 11 و12 نايب حضروا 11 وكان اللقاء الوحيد وقت نعته بعد نصف ساعة من الحديث اللي دام بضع ساعات أنه سيد الرئيس يسمع لكنه لا ينصت لأحد ينصت لنفسه. وأنا عندي قناعة أنه مع كامل احترامي لمن سيحضر أنه الرئيس عنده تمشي متاعه ودستوره ونقاطه الواضحة وماشي فيها وهذا كله ستون ميزان سين. ثم أنسى تيار ديمقراطي وانسى هالمبدأ العجيب الغريب أنه اللي مش معايا غير معني بيش مش بأمر مش بمنشور بدستور تونس اللي بشي يتم صياغته لأجيال منطقية الدستور ما نبدلوش كل عامين ولا وين حنا توها معناها غرمة جديدة هذاك اللي يجي رئيس يجيب دستور وفيدو مش مشكل. دونك هالدستور هذايا يشارك فيه كان الموالي لقيس سعيد أو المناصر لقيس سعيد على أساس أنه من لا يتفق مع قيس سعيد في التمشي هذا لا هو تونسي ولا يعني دستور توانسة ولا عنده راي في مستقبل توانسة. دونك هذا كله باش نقول شنو هو انه ليس حوارا من نفقته نعاود كما بديت بين عشاه ومن دعوته بين حوار. يعني بالنسبه لي كل هذه الاستشارات واللجان وغيرها هي صوريه تصويره تو ثم بالله سامحني ثم منطق في الدنيا حزب محترم عريق اسمه الوطد لا ندعوه أما ندعو نائبه منجير رحوي صديقي يعني منجير رحوي أعطيني المنطق هذا وأنا حتى في الدعوة ثم بحث عن تصدع مكون سياسي ما إيش معناها تعايت لشخص ينتمي للحزب نائب بصيفته الحزبية هذه طلع على الوطد نائب ما تعايتش للحزب أما تعايت لمنجير رحوي في الأخر شنو معناها إيش نحب نقوله للتوانسة هذا يرى الدستور بني قيس سعيد مولي قيس سعيد تاو نشوفوا تاو مناصرو قيس سعيد من 25 جا اليوم قالوا لا يعنينا هذا فما بالك بمعارضي. مبروك عليه دستور ومبروك عليه دستور صادق بالعيد في الاثناء في الاثناء معناها شكون صادق بالعيد باش يكتب لنا دستور من اتفق هل اتفقنا نحن التونسيون مع بعضنا هاو باش يكون معانا انه الاسلم انه دستورنا جديد يكتبوا صادق بالعيد مرحبا هاو باش يكون معنا سي صادق بالعيد بالهاتف بعد شويه وباش نرجعوا جوستمون على اللجنه هذه على الهيئه الوطنيه الاستشاريه على الدعوه والمعايير اللي تم من خلالها جوستمون دعوه شخصيات احزاب بعينها منظمات الصيغه اللي تمت الصياغه بها جوستمون صياغه في حد ذاتها اللي تطرح اكثر من سؤال.
السؤال كيفاش تم هذا كل هذا اللي باش نحكيو فيه مع جوست بعد شويه خليكم على الكوت.